السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كامبا تقريبا بستخدمه يوميا من غير ما ادفع فلوس، لان هو المجان اللي فيه كافي بالنسبة لي. وهوريكم بعض التصاميم اللي انا عاملها. دي تصاميم معمولة للقناة بتاعتي، وفي بعض الأغلفة للمجلات، لو في محاضرة برضه بصممها هنا. فالصراحة يعني بيوفر علي وقت كتير جدا. التصميم فيه سهل جدا، يعني على سبيل المثال مثلا هقول له ان انا عايز اعمل مثلا صورة لليوتيوب للفيديو، وممكن أي واحدة فيهم بتروح دايس عليها ومجرد بس تعدل كده دراج اند دروب بتلاقي الصورة معاك. تمام، يعني على سبيل المثال اهوت. هو بيجيب لك تمبليت، وانت كل اللي عليك تحط الصورة اللي انت عايزها. يعني مثلا عاجبك الستايل دوت اهو، هتروح بقى الابلود وتقول له انا عايز ابدل صورتي بصورة الراجل ده. تمام، وممكن مثلا ايه هتحتاج ان انت تعدل الحجم، تعدل الصورة شوية اهو، وتغير الكلام وتروح مسيف. الموضوع سهل جدا. دلوقتي اضافوا ليه شوية مزايا حلوة، زي مثلا ان انت تكتب حاجة وتحولها لصورة. تمام، جنريتيف ايمج، اي حاجة تكتبها وممكن تستخدمها اثناء ما انت بتصمم، يعني في وسط الديزاين خلاص بتبقى موجودة فيه. أو ممكن تقول له مثلا أنا عايز أباندا، ممكن أقول له أنا عايز تصميم جديد مثلا، أي تصميم أنت عايزه. تمام، اختار اللي أنت عايزه. أول ما يتفتح معاك بتلاقي من ضمن الأدوات يعني في صور جاهزة، وفي إن أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي في توليد صور مكانتش موجودة قبل كده. يعني دول الحاجات الأساسية. بس في دلوقتي تكست تو ايمج. تكست تو ايمج يعني ايه؟ يعني هكتب له نص وهو يبدأ يعمل لي الصورة. الصورة مش موجودة أصلا عنده في الصور اللي محفوظة عنده. تمام، اهوت وتقول له كرييت يور ايمج، يبدأ يعمل لك الصورة. تقدر تسحبها وتحطها في التصميم، بدل ما تروح مثلا لبرنامج زي الميد جورني وتعمل الصورة وبعد كده تحطها كانفا، هو وفر لك الخطوة دي. تمام، تبدأ بقى تسحب الصورة وتبدأ تحطها بالشكل دوت. أو ممكن تقول له ديزاين وتشوف الديزاين اللي أنت عايزه، وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت، بس بلاش برو عشان بفلوس. ناخد إيه، ناخد مثلا حاجة بالشكل دوت ونقول له إحنا عايزين الديزاين دوت. تبدأ تسحب وتشوف أنت عايز تحط الصورة في أنهي جزء. تمام، ده طبعا بيوفر لي وقت كتير جدا. انا حاليا معتمد على كانفا، بدل ما افتح الفوتوشوب وابدا اظبط الصوره والحاجات دي كلها، لا بروح اعمل كله على الكانفا. زائد ان هو في امكانيات كتيره جدا، في شويه تولز موجوده، في حاجات مثلا متوصله بجوجل درايف تبدا تاخد منه صور مثلا، في حاجات مرتبطه بتصمم حاجات للفليكر والانستجرام. فكل دي مواقع هو مرتبط بيها، لو انت عايز تسحب صوره من اي واحده فيهم مجرد تدوس عليهم يبدأ يعمل انتجريشن ويجيب لك الصور او يجيب لك المادة اللي انت عايز تسحبها من هناك. وفي حاجات كتيرة انت تبدأ تعمل بابلش، يعني بعد ما تخلص شغل ممكن تنشرها على المواقع ديت بحيث يبقى اسهل بالنسبة لك. فهو بيعمل امبورت واكسبورت مع المواقع اللي موجودة هنا. هتلاقي ابس في برامج كتيرة جدا تقدر تختار منها ايه الحاجة اللي انت عايزها. في حاجات هتساعدك في الديزاين، في حاجات هتساعدك في ان انت تشير التصميم بتاعك وهكذا.